الثاني للرعاية الصحية الأولية بالتنسيق مع شعبة الصحة المدرسية في دائرة صحة كركوك احتفالية بمناسبة يوم الصحة المدرسية، تضمن افتتاح معرض للفن التشكيلي والخط الكردي والرسم. مسؤول إعلام قطاع كركوك الثاني للرعاية الصحية الأولية أكد أهمية الغذاء الصحي للإنسان وخاصة الطلبة، حيث يقوم القطاع بإعطاء محاضرات للطلبة حول أهمية الغذاء الصحي وكيفية الحفاظ على السلامة الصحية والابتعاد عن مخاطر الأمراض والبدانة. بمناسبة يوم الصحة المدرسية نقيم قطاع كركوك الثاني للرعاية الصحية الأولية بحفلة بهذه المناسبة، وضمن هذه الحفلة تم افتتاح معرض للفن التشكيلي، والهدف منها التعاون بين وزارتي الصحة والتربية وإيصال معلومة للطلبة الأعزاء بأنه ما هو الغذاء الصحي للطلبة وما هو سوء الغذاء والخوفا من مخاطر السمنة. وبعيدا عن ملفات العنف